عشرة. الله يسلمك. أخيرا. أخيرا. صار لي عمر سنين مستني هاللحظة. أول مرة بحياتي بحس إني مرتاح. طيب هون حبيبي في كل شيء. تحبي نطلب أكل هون تعشى ولا تريحي شوي نطلع لبرا؟ ما بعرف مثل ما بدك. أنت شو جاب بالك؟ مثل ما أنت بدك. طيب خلص لك عن منضل هون. سليا مارسنا لازم نحتفل. ايه يعني نرتاح هون نحتفل وبعدين زبطك نطلع نتعشى برا ولا لا ولا ايه؟ ولا موافق؟ ماشي. ما شفتي شو صار؟ واحد غبي حمار. ليش عم تحكي عنه؟ ما شفتي شو عمل؟ ما شفتي شو عمل فيني؟ ايه 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 طلعت ايدك بالكاسة وكب الويسكي وراح بالأرض. كل هذا ما صار شيء؟ ليش عم تطيرت عليه؟ معقول نقضي ليلة عرسنا اللي هي أهم ليلة بحياتي على أنا ضربته ولا بضربني؟ شو قصدك؟ لا فعلا في سوء تفاهم قدر ما تفهم عليه منيح. القصة مو ليش ضربني وليش ضربته، في شيء تاني أكبر من هيك صار. أوف 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 ليش شو صار؟ شو اللي شو؟ إذا أنت معتبر هذا السلوك اللي عملته قبل شوي هو سلوك عادي، فأنا بالنسبة لي أبداً اللي شفته مانو عادي. يعني سلوك بيرعب أي شخص طبيعي متوازن قاعد قدامك. إيه فعن جد أنا عن جد عم بحكي. أنت عم تبتسم بس فعلاً إذا بتطلع على وشك بالمراية اختفى الابتسامة الحلوة والشكل الجذاب، فجأة تحولت وصرت واحد تاني. واحد مبسوط ليلة عرسه، إجا حدا عكر له مزاجه. يعني عصبني هذا الحيوان، عصبت من هذا الحيوان. الملفت بالموضوع انك لسه لهلا عم تقول عنه حيوان، وهو بكل بساطه جرسون بسيط غلط غلطه جدا بسيطه، ويمكن حتى ما تكون غلطته. يعني انت لفيت، انا كنت عم شوفك، انت لافف ومالك شايف، وصار الحادث الاليم. ام شو هذا رد الفعل العنيف يلي كان؟ فعلا عن جد يعني هو انا عم بالغ. شو صار يعني؟ شو صار؟ ما بفهم علي. تفضلي. انت سعدي شو؟ لا عن جد مفكرت نكتة يعني؟ ما بفهم عليك، شو قصدي؟ بسيط كتير، سؤال مؤلف من كلمتين، أنت سادي؟ ما رح جاوبك. ليه ما رح جاوبني؟ ما رح جاوبك لأن السؤال سخيف. معناتها سادي؟ أنا أتأمل حشرك.
بلا إيميدك. جوري افتحي الباب. والله مو معقول هذا الحكي. افتحي الباب جوري. جوري ما تستفزيني، افتحي الباب. افتحي. جوري اسمعيني منيح، إذا من هون لدقيقتين ما فتحتي الباب بدي كسره. كسر الباب جوري عم قلك. ها والله عيب عليك، معقول هيك ليلة عرسنا؟ جوري افتحي الباب بقى. أنا يمكن عصبت وتوترت على الفاضي، نازلة اتمشى شوي وراجع. ماني ندمانة ابدا ولا دقيقة، حاسة حالي اخذت القرار الصح في الوقت المناسب. شو بك؟ ما حكيت؟ شو بدي احكي؟ احكي رأيك. انا برأيي انك بلغتي بردة فعلك او على القليلة تسرعت شوي. ابدا ماني حاسة هيك. جوري هذا التصرف يمكن يكون عارض، ما يكون بشخصيته للزلمة، ولا تزعلي مني. تجربتك مع طليقك خلتك تفكري انه كل الرجال مثل بعض وهذا مو صح، او ردة فعلك تجاه عيوب واساس العنف كتير كبيرة. مو مزبوط حكيك ابدا، وصدقني القصة مانا هيك، والمكتوب يبين من عنوانه، يعني تفصيل صغير ولا سلوك صغير بيعبر عن الشخص كله بكل تصرفاته بهالحياة كلها. بعدين أنا ما عندي مشكلة بعيوبه، كل الناس عندها عيوب، أنا وأنت وكل العالم عندها، بعرفها ومتأقلمة معها كتير منيح، أو يعني كنت بدي أجرب أتأقلم معها كتير منيح، ووقت اللزوم ممكن أنا أتغير، ما عندي مشكلة إلا العنف. هي أنا بالنسبة لي شغلة ما بنسكت عنها أبدا، هذا العنف بيجردك من إنسانيتك، يعني بيحسسك بلحظة أنه ما في ولا طريقة تانية لها علاقة بالرقي للتعامل أو التفاهم معك.
ماشي، هلا شو بدك تعملي؟ ما بعرف. يعني قصدي رح ترفعي دعوى الطلاق، رح تقعدي معه وتتفاهموا، شو رح تساوي بالضبط؟ هلا اهم شيء اوصل على بيت اهلي، بعدين لكل حادث حديث. ممتاز، رح اعطيك رقمي واي شيء بتحتاجيه حكيني فورا. انا قاعد بالشام، يعني عم سافر كل يومين ثلاثه وبرجع. غريب، كيف ما شفتك وانا رايح؟ فيرست كلاس انا حبيبي. صلى الله يا ستي. كيف ابنك؟ وجد صح؟ ايه وجدتي. تركيها لله. خير.